يلا ناخد الدرس الثالث ليسون 3 في التريجونومتري اللي هو بيتكلم على solving the right angle triangle. العنوان ده عايز اقول تو كومنت الحقيقه. كومنت الاولاني يعني ان لما اعمل سولف اللي علينا في اولى ثانوي لازم يكون right angle triangle، غير كده لا، يبقى ده هيبقى ثانيه ثانوي بقى سولف اي ترينجل، ده تانية ثانوي، لكن اولى ثانوي سولفينج ذا رايت انجل ترينجل. ادي حاجه. كومنت الثاني، يعني ايه سولف ذا ترينجل؟ يعني فايند ذا لينث اوف اتس 3 سايدز اند ذا ميجر اوف اتس 3 انجلز. يعني لما ادي لك ترينجل واقول لك سولف ذا ترينجل، معناها هات اللينث اوف اتس 3 سايدز والميجر اوف اتس 3 انجلز. وهناخدها بطريقتين، تعالوا نشوف الطريقتين هم ايه. يلا اول طريقه، solving the right angle triangle given the length of two sides. يعني هو كل اللي هيدهوني length of two sides، وانا هجيب السايد الثالث طبعا من بيثاغوراس ثيرم لان هو ده right angle triangle. وبعد كده باستعمال الساين لو انا عندي اوبوزيت وهايبوتينيوز، او الكوزاين لو انا عندي ادجيسنت وهايبوتينيوز، او تان لو عندي اوبوزيت وادجيسنت، اقدر اجيب الانجل الناقصه. طب فين الانجل الثالثه؟ ما انا جبت انجل وعندي من الاول، انا قلت لك ده رايت انجل ترانجل، يعني فيه انجل لوحدها 90، خلاص يبقى الثانيه انا جبت واحده 90 ماينس اللي انا جبتها، يبقى كده عندي 3 انجلز. يلا نشوفها كده في الاكزامبل ازاي نحل بالطريقه ده. هاي سؤال بيقول solve the triangle ABC right angle at B. حلو قوي. في سايد AB 39 سنتيمتر، سايد تاني BC equals 62 سنتيمتر. بص كده معايا، اول حاجه بجيبها سهله قوي، ميجر اوف انجل سي. عارف لو جبت ميجر اوف انجل سي بقى كله كلام فاضي. ليه؟ انا عندي رايت انجل ترانجل، لو جبت انجل سي بقى من ال 90 اجيب الانجل ايه. نجيب الانجل سي ازاي؟ تعال نتعلم نفكر ازاي. انا عندي اي بي بالنسبه للانجل سي هو الاوبوزيت، وعندي بي سي بالنسبه للانجل سي هو ادجيسنت. يبقى انا عندي اوبوزيت وادجيسنت للانجل سي، يبقى التان سي. ادي الطريقه اللي اختار بيها، هل استعمل الساين ولا الكوزاين ولا التان، زي ما قلت في المقدمه اللي انا قلتها. يبقى تان سي هو اي بي اوفر بي سي، اي بي 39 بي سي 62، يبقى تان سي 39 اوفر 62. طبعا يوز كالكوليتر، شيفت تان ل 39 اوفر 62، جبت الانجل سي طلعت 32 degrees 10 minutes 17 seconds. ماشي، برضو اقدر اجيب الانجل ايه. الانجل ايه هي عبارة عن 90 minus. يا مستر ما احنا دايما بنقول 180، وليه؟ ما هو التلاتة 180، ال90 لوحدها اخدتها البي، يبقى باقي للاي والسي 90. فبدل ما اقول 180 ماينس، لا انا اقول 90 ماينس السي بس يديني الاي. بدل ما اقول التلاتة 180 بقول عندي البي لوحدها 90، يبقى الاي بلس السي ايكوال 90. انا جبت الاي، جبت السي، يبقى الاي ايكوال 90 ماينس. فاضل الاي سي، قدامك طريقتين تجيبهم من بيثاغوراس ثيرم، يبقى سكوير روت 39 سكوير بلس 6 سكوير. تجيبها من ساين سي اوبوزيت اوفر هايبوتينيوز، ساين سي. ماشي، طب ما احنا جبنا السي بكام؟
ب 32 degrees 10 minutes 17 seconds. الساين اوبوزيت موجود اللي هو 39، الهايبوتينوز اللي هو الاي سي، خلاص يبقى منها اجيب الاي سي هو 39 اوفر ساين 32 degrees 10 minutes 17 seconds، كده approximately 73 سنتيمتر. وكده انا قدرت اجيب الثري انجلز. هو كان مدينا واحدة 90 اللي هي البي، واداني الاوبوزيت والادجيسنت، استعملنا التان جبنا السي، من الناينتي التانية نقصنا منها السي جبنا الاي، ادي الثري انجل. الثري سايدز جبتها من الساين سي ماشي، جبتها من بايثاغوراس سيرم ماشي. ده اول اكزامبل في اول طريقة solve the right angle triangle لو اداني two sides. طب والطريقة التانية تعالوا نشوف. يلا example اللي بعده بيقول، او الطريقة التانية، يعني الطريقة التانية solving the right angle triangle. Okay. Given the length of one of its sides and the measure of one of its acute angles. يعني هيديني side من الاثنين وهيديني angle من الاثنين الاكيوت. طيب تعالوا نشوف في الاكزامبل. Solve triangle ABC, right angle at B, measure of angle C 62, AB equals 16, approximate the result to the nearest hundreds. Okay. ماشي. أنا عندي A في الترينجل قدامك ده. عندي measure of angle A 62. وعندي angle B 90. قبل أي حاجة. ما هي A plus C 90. السي ب 62 يبقى الاي 90 - 62، كده الثري انجلز موجودين، واحده 90 اللي هي البي، واحده 62، الثالثه جبناها 28. طيب مديني سايد واحد اللي هو الاي بي، حلو قوي. بالنسبه للانجل سي يا جماعه، انا عندي الانجل سي وعندي الاوبوزيت وعايز الادجيسنت. عندي الانجل سي وعندي الاوبوزيت وعايز الادجيسنت، مش تبقى تان سي. تمام، تان سي ايكوال اوبوزيت اللي هو الاي بي اوفر الادجيسنت اللي هو البي سي، يبقى تان 62 ايكوال 16 اوفر بي سي. اعمل كده، هو البي سي ماشي تايمز تان 62 ايكوال 16، يبقى بي سي ايكوال 16 divided by 1062 approximately 8.5. كده انا جبت البي سي. فاضل السايد اي سي، برضو زي ما قلت لك هناك، اما استعمل بايثاغوراس سيرم سكوير 16 سكوير بلس 8.5 سكوير او ساين سي ايكوال اي بي اوفر اي سي. Sine 62 equals 16 over AC. Cross multiplication برضو. AC times sine 62 equals 16. يبقى زين AC equals 16 over sine 62. طبعا تقدر انت تختصر في الخطوات ده هي براحتك. اوكي. يبقى انا كده جبت 3 angles وجبت 3 sides. ادي معنى كلمة صوت. بيقول كده a circle of radius 7 سنتيمتر a chord was drawn in it opposite to a central angle of measure 110 degrees. يعني هو ما ادانيش بقى ايه الكورد اللينس بتاعه قد ايه، هو بيقول لي ان فيه circle الريدياس بتاع 7 وفي central angle الميجر بتاعه 110. Calculate the length of this chord اللي هو opposite to a central angle of measure 110. طيب تعالوا كده نبص للرسمة، احنا رسمناها ازاي. ادي سيركل M. اوكي. وادي MA ده اللي هو الراديوس اللي هو 7 سنتيمتر، والام بي برضو لان الرداي of the same circle are equal in length.
طب انا لما انزل ام دي بيربنديكولار تو اي بي، كنا بنسميه في اعدادي كونستراكشن يا جماعه، ان ذا فيجر اوبوزيت وي درو ام دي بيربنديكولار تو اي بي. الترينجل قدامي ده ايسوسليس ترينجل، وانا نزلت بيربنديكولار من فيرتكس على البيز اوف ذا ايسوسليس ترينجل، بيعمل حاجتين يا جماعه، بايسكت البيز بايسكت الفيرتكس انجل. بايسكت البيز خلى لي اي دي ايكوال بي دي اللي احنا معلمينها ده، هي بايسكت الفيرتكس انجل اللي هي قال لي عليها سنترال انجل اي ام بي 110، يبقى هافت اللي هي اي ام دي 110 ديفايد باي 2 باي 55. اوكي خلاص، ميجر اوف انجل اي ام دي 55. طيب تعالوا بقى نقول ان اترانجل اي ام دي، حاضر، ساين اي ام دي، الرول بتاعت الساين بتقول اوبزيت اوفر هايبتينيوز، اوبزيت اللي هو اي دي، هايبتينيوز اللي هو الاي ام. مين اللي موجود في دولة؟ عندي الانجل اي ام دي بهاف ال 110 يعني 55، عندي الراديوس لينس اللي هو اي ام ب 7، المجهول الوحيد اي دي، يبقى نجيبه ازاي؟ نقول له البرودكت يقول لي ان الاي دي ايكوال 7 تايمز ساين 55. يبقى جبت انا اي دي، هل انا كده جبت الكورد؟ لا، انا جبت هاف الكورد، لان انا قلت لك ان الام دي نزل بيربنديكولار فعمل بايسكت الكورد. حلو، يبقى لو انا عايز الكورد اي بي كله، يبقى the length of اي بي equal to times اي دي، يبقى الاي بي equal to times 5.73 approximately 11.468. كده جبت the length of the chord اي بي opposite to the central angle of measure 110. That's right.